طيب لينا احكي لي انت ازاي مثلتي دور مروه. انا لما كنت صغيره كنت بعمل اعلانات في تونس، وكان حلمي اعمل فيلم. تونس؟ انت مش قلت لي بابا مغربي فرنساوي؟ بس كنت بعيش في تونس، يعني عشت 3 سنين في تونس، وكنت بعمل اعلانات في تونس، وكان حلمي امثل، وكنت بقول لما كنت بتفرج على افلام زي بيعملوا فيلم ده، كاميرا شبهها ايه، علي سودة. كاميرا الكاميرا بيعملوا ايه بيها، بيلفوها، بيعملوا ايه. فبعدين سافرت هنا، ومامتي قالت عايزه تعملي فيلم، قلت لها حلمي اعمل فيلم طبعا. فقالوا لي هنروح نعمل كاستنج ونعمل فيلم. فعملت كاستنج وقالوا لي انبسطتي وانتي بتمثلي؟ ايه اكتر حاجه بسطتك؟ انا اكتر حاجه بسطتني ان لما كنت بمثل كان في حد بيصورني، وكان بيضحك، وكان بيقول لي اعمل ايه وكده.